السيد الرئيس يؤكد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لإجراء الانتخابات ضرورة لإنهاء الانقسام. فتح وحماس تتوصلان إلى تصور لتحقيق المصالحة، ومجلس الوزراء يؤكد جاهزيته للاستقالة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. سلطات الاحتلال تعمل على تقييد جمعيات تفضح جرائمه بحق شعبنا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من تلفزيون فلسطين. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله السفير الياباني تاكيشي أوكوبو، وذلك في إطار التحضيرات لزيارة سيادته المرتقبة إلى اليابان في 14 من الشهر الجاري. وأكد سيادته حرص القيادة على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بدوره أكد السفير الياباني استمرار بلاده في دعم شعبنا. إلى ذلك، استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ممثلة كندا لدى فلسطين كاثرين فريشت، وجرى الحديث عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك فكرة عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وكندا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. جدد السيد الرئيس محمود عباس التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لمعالجة القضية الفلسطينية تنبثق عنه آلية دولية على غرار الآليات التي أنشئت لحل أزمات المنطقة. قررنا نحن أن نطلب من العالم إحياء المؤتمر الدولي، والذي نادت به فرنسا مؤخرا هي لم تقدم مبادرة وإنما إعلان صدر عن وزير الخارجية بأنه لا مانع أو نحن ندعو إلى مؤتمر دولي، فنحن ونوافق فورا على هذا المؤتمر الدولي شريطة أن يخرج عن هذا المؤتمر ميكانيكية لمعالجة القضية، لمعالجة الصراع. وأكد سيادته خلال لقاء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مع ممثلي وسائل الإعلام العربية داخل الخط الأخضر التصميم على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يوقف الاستيطان. نحن مصممون على أن نذهب إلى مجلس الأمن من أجل استصدار قرار بشأن الاستيطان، لأننا لم نعد نحتمل هذا الاستيطان الجاثم على صدورنا وعلى قلوبنا منذ أكثر من 45 سنة إلى الآن، ولا ندري إلى أين سيذهب. يعني ما هو الهدف من هذا؟ هذا سؤال يوجه للإسرائيليين، لماذا هذا الاستيطان؟ ونحن والعالم كله يتحدث عن رؤية الدولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب مع بعضهما البعض بأمن واستقرار. أين هي الدولة الفلسطينية؟ وشدد السيد الرئيس على رفضه تجاهل قضية اللاجئين، مؤكدا في الوقت ذاته عدم القبول بدولة فلسطينية لا تكون عاصمتها القدس الشريف. نحن لن نقبل إطلاقا بأي دولة فلسطينية تنقصها القدس الشرقية على حدود 67، ونحل باقي القضايا. قضية اللاجئين هناك حل رائع ورد في المبادرة العربية للسلام، هذا الحل يقول حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين حسب القرار 194، تعالوا لنحل هذا القرار. أما أن تتجاهلوا أن هناك قضية اسمها قضية اللاجئين تمثل حوالي 6 مليون لاجئ الآن بلا حل، هذا غير مقبول على الإطلاق. وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أكد سيادته أن المطلوب من المتحاورين في الدوحة الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة، وإلا لن تكون هناك مصالحة حقيقية. اليوم في وفد، اليوم موجود في الدوحة عم بناقش حماس على المصالحة.
ولكن احنا في عنا طلبين لتحقيق المصالحة. الطلب الأول نشكل احنا وياهم والتنظيمات كلها حكومة وحدة وطنية، والطلب الثاني نحتكم لصندوق الاقتراع. هم جاءوا، حماس جاءت ونجحت وأقررنا بنجاحها في الانتخابات 2006، بس إذا ما تحققوا هذول الأمرين لا تصدقوا في مصالحة. وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول قضية الأسير محمد القيق، أوضح سيادته أن هناك اتصالات يجريها على كافة الصعد من أجل إطلاق سراحه وإنهاء معاناته. الأخ محمد القيق قضية أساس بالنسبة لنا، ونحن نتكلم بها كل يوم. أولا الاعتقال غير قانوني وإبقاؤه غير قانوني، رجل معتقل إداري، يا بتحكمه يا بتطالعه. يعني أنا عمري ما شفت في بلد في العالم بيعتقلوا واحد بهذه الفترة الطويلة ولا يحاكمه. ما معروف في أي بلد تعتقل واحد 48 ساعة، إذا ما قدمته للمحاكمة لازم تفلته. هون ما عندهم هذا النظام البريطاني اللي ورثوه واللي هم مبسوطين عليه، هذا الاعتقال الإداري ماشيين فيه. إحنا بكل الوسائل عم نشتغل، ولدى كل يعني اليوم كان عندي السفير الأمريكي، كان حديثي الأول حول محمد القيق، لأنه هذه قضية إنسانية وقضية سياسية وقضية قانونية لا يمكن أن نسكت عنها. هذا ونبث على حضراتكم مشاهدينا الكرام كلمة السيد الرئيس كاملة عقب هذه النشرة. استقبل رئيس الوزراء رامي حمد الله بعثة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي برئاسة مارتينا أندرسون بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف لبحث الإجراءات الدبلوماسية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين. وأكد رئيس الوزراء التزام القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس والحكومة بحل الدولتين، مجددا دعوته لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا ووقف سياسة الاستيطان المستمرة وعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال. في قطر توصل وفد حركتي فتح وحماس إلى تصور عملي ستتم مناقشته والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين مع الفصائل والشخصيات الوطنية ليتم تطبيقه على الأرض وتحقيق المصالحة الوطنية. مرة أخرى يعود وفدا حركتي فتح وحماس لطاولة الحوار لتذليل العقبات أمام إتمام المصالحة الوطنية بإيجاد الحلول للقضايا العالقة. ففي العاصمة القطرية الدوحة التي ترعى اللقاءات بحثت آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية. حركة فتح دعت حماس إلى انتهاز الفرصة الحالية لإنهاء حالة الانقسام. نحن حذرين نتيجة التجارب الماضية التي واجهناها من قبل حركة حماس في تطبيق ما يتم الاتفاق عليه، ولكن سنصر وسنصل إلى الوحدة الوطنية والكرة في ملعب حركة حماس. وناقش المجتمعون في الدوحة آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موقع التنفيذ ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه، وقد توصل الجميع إلى تصور عملي محدد لذلك سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض. بشكل أساسي مطلوب من حركة حماس، هي المطلوب منها أن تقبل بما جاء في الاتفاقات المبرمة، يعني ورقة المصالحة المصرية، إعلان الدوحة، إعلان الشاطئ، وبالتالي هي التي ما زالت حتى اللحظة يعني لعشية اللقاءات الأخيرة. وكانت الفصائل الوطنية قد أعربت عن أملها أن تتمخض لقاءات حركتي فتح وحماس بنتائج جدية تنهي الخلافات العالقة، ودعت في بيان لها البدء مباشرة بتطبيق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في القاهرة.
كما هو مطلوب من قيادة حركتي فتح وحماس بذل مزيد من الجهود من أجل إتمام المصالحة. مطلوب أيضا من الشارع الفلسطيني أن يهيئ الأجواء لهذه المصالحة لتقوية جبهتنا الداخلية لتكون سدا منيعا أمام مخططات الاحتلال وسياساته العنصرية. هارون عمايري، تلفزيون فلسطين. إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية عن أمنياته بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية. في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة بما يخص المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، أعرب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية عن تمنياته بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها فورا لتشكيل حكومة وحدة وطنية. الحكومة ترحب بالجهود المصالحة والحوار في الدوحة، والحكومة جاهزة لتقديم استقالتها فورا من أجل دعم جهود المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية. على صعيد آخر، استنكر المجلس المغالطات والادعاءات الإسرائيلية بشرعية الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا أن كل الاستيطان في الضفة بما فيها القدس المحتلة غير شرعي وغير قانوني. كل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية حول شرعنة الاستيطان هو مرفوض، وتشدد الحكومة على أن الاستيطان في كل حالاته وفي كل أشكاله هو أحد مخالب الاحتلال الإسرائيلي وهو مرفوض بالقطع. إلى ذلك، حذر مجلس الوزراء من الانتقادات والحملة التي بدأتها إسرائيل لإفشال المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكدا أن شعبنا يتطلع إلى جهود الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم لدعم هذا الاتجاه وتوفير الضمانات الكفيلة بإطلاق عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين. وحول المصالحة الوطنية ولقاءات الدوحة، معنا هنا في الاستوديو السيد عمر حلمي الغول، الكاتب والباحث السياسي. مساء الخير. مساء الخير. هل تعتقد أن حماس هذه المرة جادة في الاتفاق على مصالحة وطنية تنهي حالة الانقسام؟ أتمنى أولا ذلك. تتمنى وتتوقع أم تتمنى ولا تتوقع؟ أتمنى وآمل وأرجو من قيادة حماس في ضوء الاستعصاءات الموضوعية التي يعيشونها والأزمات أن يندفعوا وأن يدركوا أهمية تبني خيار المصالحة كخيار استراتيجي وليس عملية تكتيكية للمناورة والتسويف. الرسائل التي أرسلوها والبيان المقتضب الذي صدر عن محادثات الدوحة يؤشر إلى مؤشرات إيجابية، وأتمنى أن تكون هذه المؤشرات حقيقية، بمعنى أن تجد صداها على الأرض من خلال الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، و ثم إصدار المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي السياق ذاته أن تمارس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية دورها الكامل السيادي في بالإشراف الكامل على محافظتي الشمال والجنوب جناحي الوطن، وبما في ذلك استلام المعابر والحدود كاملة، ثم بعد ذلك يتم متابعة كافة القضايا التفصيلية الأخرى. هذه الأجواء الإيجابية سيد عمر حلمي الغول التي نراها وربما نسمع عنها من خلال وسائل الإعلام، ربما هناك تكتم عن تفاصيل ما يجري في لقاءات ما بين فتح وحماس هناك في الدوحة، هل جاءت بفعل المصلحة الوطنية الفلسطينية أم بفعل ضغوط دولية تمارس على حماس تحديدا وتحديدا من تركيا وقطر؟ هي الضغوط التركية القطرية والعربية عموما، يعني بما في ذلك السعودية بالتأكيد، الضغوط لتركيا بعد اتفاقها مع
دولة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وتجسير العلاقة فيما بينهم وإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها والاتفاقات والضغوط الأمريكية لاستجابة تركيا للمصالحة مع إسرائيل. تركيا طلبت من السيد خالد مشعل سحب كل ما لديه من أعضاء وقيادات من داخل الأراضي التركية، وأيضا أبلغ أردوغان أن مظلته الأخيرة الآن هو الرئيس محمود عباس والشرعية الوطنية الفلسطينية. كذلك الإخوة في قطر دفعوا بهذا الاتجاه، لا سيما وأن هناك تنسيق وتوافق وتكامل فيما بين الطرفين، وهذا أيضا باتفاق مع العراب الأمريكي الأساس والإسرائيلي. وبالتالي هناك اتجاهات إقليمية عربية دولية بدفع حماس إلى هذا المربع. أتمنى أن تكون حماس أدركت هذا الدفاع باتجاه هذا المربع كما تفضل سيد عمر حلمي الغول، يأتي في سياق دفاع تركيا عن مصالحها. بالتأكيد هذا موضوع متعلق ما أبلغهم أنه هناك استحقاقات لإعادة العلاقات كاملة مع دولة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي. من هذه الاستحقاقات طرد كل عناصر حماس من الأراضي التركية. كيف تفسر معي وصول الشارع الفلسطيني، أو على الأقل الكثير من المتابعين والمراقبين يعتقدون أن الشارع الفلسطيني وصل إلى حد اللامبالاة في متابعة كل هذه الأخبار المتعلقة بالمصالحة؟ أنا أتفهم كمراقب، أتفهم مشاعر المواطن الفلسطيني في الضفة وفي القطاع وفي القدس وفي أي مكان، وفي الشتات وفي داخل الداخل، لا سيما وأن هناك محطات عديدة جرى الحوار خلالها. أنت تعلم أن الاتفاق تم على اتفاقية على ورقة المصالحة المصرية 2009 أيار 2009، ثم في أكتوبر 2009، وثم وقعت حركة التحرير الوطني والسلطة الوطني أرسل للرئيس آنذاك الأخ عزام الأحمد وقع ورقة المصالحة، وبقيت حماس تنتظر عامين كاملين حتى وقعت في أيار مايو 2011، أي بعد انتصار الثورة المصرية الأولى في يناير، لاعتبارات أيضا تتعلق ببرنامج الإخوان وبرنامج حركة حماس، ثم لم تلكأت في تطبيق هذه الاتفاقات. جاء إعلان الدوحة لاحقا ولم تنفذ، ثم جاء إعلان الشاطئ في إبريل 2014 ولم يجد صدى على الأرض. أتمنى أن يكون هذا اللقاء الأخير أن يكون أدركت حركة حماس والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، لا سيما وأن حماس جزء لا يتجزأ من التنظيم الدولي. طيب. وتلتزم بالسياسات التي ينتهجها ويتخذها هذا التنظيم. طيب كمتابع ومراقب سياسي تتفهم حالة اللامبالاة التي وصل لها الشارع الفلسطيني، أريد أن أسألك عن نقطة أخيرة وأتمنى أن توجز بها سيد عمر حلمي الغول، ربما نقطة الفصل في الحكم على نجاح أي عملية مرتبطة بالمصالحة هي الوضع الأمني في قطاع غزة. بمعنى هل حماس ستسلم الأمن في قطاع غزة لأي حكومة وحدة وطنية يتم التوافق عليها؟ أشك بالنسبة حتى الآن أشك أن تقبل وتوافق على أن نقطة الفصل الحكم على إيجابية الحوارات والوضع الأمني. أنا أقول الحوارات والرسائل التي أرسلتها قيادة حماس للأخ الرئيس وللإخوة المعنيين وخاصة الأخ عزام مسؤول ملف المصالحة كانت رسائل إيجابية، والبيان الذي صدر عن الدوحة البيان المقتضب أيضا بيان يحمل مؤشرات إيجابية، لكن هل نصل إلى ما نطمح ونصب إليه؟ أنا أترك الجواب للمستقبل، لا سيما وأن القوى المتنفذة في محافظات القطاع ربما غير موافقة ومع الأسلحة ومع، أنا أعتقد أنه من الصعب الرهان على إمكانية استجابة هؤلاء لخيار المصالحة الوطنية. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي السيد عمر حلمي الغول، شكرا على هذه المشاركة. شكرا لك.
في القدس المحتلة تواصل سلطات الاحتلال تهويد منطقة القصور الأموية جنوب الحرم القدسي الشريف، في حين أدت عرقلة الاحتلال نصب دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى إلى خلافات بين الأردن وحكومة الاحتلال. من الجانب الذي سيتحكم بشبكة كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى المبارك؟ نقطة الخلاف بين المملكة الأردنية الهاشمية والاحتلال، والتي حالت دون تنفيذ الاتفاق الأردني الإسرائيلي قبل 4 شهور، في محاولة لاستعادة الهدوء حينها جراء الهبة التي أعقبت استهداف الأقصى في الأعياد العبرية. الجديد أن هنالك تخوفات من عدم مروحة الأمور مكانها، خاصة قبل عيد الفصح اليهودي في شهر نيسان المقبل، والذي قد يكون جولة جديدة من المعركة. حكومة إسرائيل والشرطة الإسرائيلية التي تمثلها في المسجد الأقصى تحاول عرقلة كل عمل للأوقاف الإسلامية، ومن ضمنها مشروع الكاميرات. نحن بدأنا بتركيب الكاميرات وعطلتنا إسرائيل ومنعتنا، ولذلك هي تتصرف كما قلت سابقا بمحاولة أن تكون السيادة لها في المسجد الأقصى المبارك، وهذا أمر مرفوض علينا. أما على الأرض لم يختلف شيء، فاقتحامات المستوطنين متواصلة وبأعداد لوحظ زيادتها الشهر الحالي، حتى وإن انتهاكا جديدا سجل في منطقة القصور الأموية جنوبي الحرم القدسي الشريف، حيث اقتطع الاحتلال مساحات لصلاة اليهود على حساب أرض وقفية تاريخية، وهنالك محاولات لتغيير معالمها بوضع رموز تهويدية وتنظيم حفلات وغيرها. هذا أيضا سرقة للوقف وقرصنة علنية لأملاك الأوقاف الإسلامية على حساب المسلمين. هذا أمر مرفوض لدينا، ونحن طالبنا ونطالب رسميا بإعادة كل مواقع القصور الأموية، وهي قصور الخلافة الإسلامية، قصور بني أمية، قصور الأمارة، يجب أن تعود لأصحابها الشرعيين أملاك الأوقاف الإسلامية. محاولات الاحتلال بسط سيادته على كل ما يتعلق بالأقصى المبارك لا تصنف إلا بالتصعيد الذي له تبعات لا تعرف مداها، واستهداف الأقصى في الأعياد العبرية الذي فجر هبة شعبية منذ 4 شهور ونيف أقرب مثال، من منطقة القصور الأموية جنوبي الأقصى المبارك. كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين. في نابلس هدمت جرافات الاحتلال مساكن وخياما ومنشآت زراعية، وشردت عشرات المواطنين في خربة طانة بحجة البناء دون ترخيص. لم تسعى هذه العائلات القاطنة في خربة طانة شرق نابلس للحصول على تصاريح من حكومة الاحتلال تسمح لهم بالعيش في أرضهم، فهم هنا وجدوا قبل مجيء الاحتلال بعشرات السنين، إلا أنهم استفاقوا صباحا ليجدوا جرافات تابعة لجيش الاحتلال تقتحم أمنهم لتدمر مقومات حياتهم البسيطة. 6 خيام ومنشآت سكنية ورعوية سويت بالكامل أرضا، ولم يكتف الاحتلال بذلك ليهدم مغرا تاريخية اتخذها السكان مأوى لهم تقيهم قسوة عيشهم في ظل عدم سماحه لهم بالبناء. بكين أنا وأبوي هن قاعدين، بكين عاملين غرفتين اللي هن بلوك مع زينك وظهر في 2005، وهدوهن وردينا عدنا بناهن وردوا هدون أخرى مرة. نزل معاه سكين ياباني وبلش شرط في الخيمة في الشفرة تاعته، طلعنا الأغراض اللي قدرنا نطلعهن إحنا، وبعدها بلش جرف فيها في الخيمة. يعني هذا هو الاحتلال الإسرائيلي، حتى لاحق الأهالي على المور القديمة والمساكن القديمة التي هي موجودين هنا قبل مجيء الاحتلال الإسرائيلي. حتى ملاحقة الأهالي الذين يسكنون في هذه الخرب البعيدة عن مواطن الاحتكاك في قلب الكرة، هذه المرة الثامنة التي يتم هدم هذه الخربة ونعيد بناءها من جديد، لأننا احنا شعارنا الصمود، البقاء هو المقاومة. فحكومة الاحتلال تتخذ من هذه الخرب الصغيرة ألد الأعداء لها، تشكل عائقا أمام توسعها الاستيطاني، تحاربهم بشتى الطرق، بدءا بهدم الخيام والتهديد بإعدام الأغنام ومنعهم من البناء أو التزود بالمياه والكهرباء، وأساليب الترهيب والتهجير كافة. هي أرضنا، أهم شيء يعني بكفي إنها أرضنا وإحنا منعيش فيها إحنا وغنمنا. كانوا هادمين لنا في 2011 6 مرات، صادروا لنا 10 تنكات،
وفاوضونا عن طريق المحامي انه احنا بنرجع التنكات مقابل انه تخلوا الارض. فاحنا ردينا عليهم انه احنا بنجمع لكم 100 تنك بدل 10 وما تكربوش علينا واحنا مش بحاجه لتنكات. حتى المغر التاريخيه القديمه لم تسلم من همجيه الاحتلال واليه دماره، فهو يهدف ضمن مخططه التهجيري الى تدمير كل ما قد يعيق وجوده، حتى وان كان اثارا وجدت قبل مجيئه بالاف السنين. من خربة طانا شرق نابلس، وعود مسامي، تلفزيون فلسطين. وفي الخليل أخطرت سلطات الاحتلال 7 منشآت جديدة بالهدم في مسافر يطا جنوب المحافظة. وإن كانت أسباب التهجير في مسافر يطا كثيرة فإن أسباب البقاء أكثر، فحتى هؤلاء الأطفال يعلمون أن لا بديل عن هذه الأرض إلا هذه الأرض. هذه الفخيت والمجاز خربتان شرق يطا كان لهما 7 إخطارات جديدة من حصة إخطارات الهدم التي خصصها الاحتلال لمحافظة الخليل، فمثيلتهما جنبا والحلاوة، هدمتا قبل أيام معدودة بحجة قربهما من الخط الأخضر وعدم الترخيص. عندنا 7 إخطارات في خربة المجاز، إخطارات هدم، منها إخطارات لخيام ومنها إخطارات لغرف جوانب طوب والسقف مسقوف صفيح محش. هذه الغرف فيها تقريبا 81 فرد مهدد بالترحيل والتهجير بعد هدم غرفهم. ضريبة الصمود قد تكلف أصحابها ما لا طاقة لهم به، ف300 مواطن في المجاز ومثلها في الفخيت يصارعون البقاء بخيم أو بيوت صفيح. حتى لو هدوهن يعني شو ما فيش بديل، بهدوا وإحنا لازم نبني، هذا إشي علينا يعني مفروض، ومش رايحين نقوم من هان. حتى لو قموهن مرة يعني واخذ العفيات مش رايحين نقفي، لأن هذه المنطقة تبعتنا يعني وأرضنا، أول على تالي أرضنا، يعني مش جايين إحنا، جايين إنشائي، معانا ثبوتيات، معانا الأخرجات القيد ومعانا حججهن. 2000 مواطن يسكنون مسافر يطا يواجهون فك التهجير بالصمود أكثر في وجه آلة الاستيطان. من الخليل عرين العملة، تلفزيون فلسطين. في تل أبيب صدق الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يلزم كافة الجمعيات التي تتلقى دعما ماليا من الخارج بالكشف عن مصادر تمويلها، ما اعتبر تكبيلا للجمعيات التي تعمل على فضح جرائم الاحتلال. في منسجمة مع التوجهات اليمينية العامة التي تسيطر على سياسات تل أبيب، أقر الكنيسة الإسرائيلي مشروع قانون الجمعيات الذي يقضي بتقديم الجمعيات التي تتلقى تمويلا من دول أو منظمات دولية كشوفات تبين تفاصيل هذا التمويل في كافة تقاريرها ومراسلاتها الرسمية، ما يعني إخضاع المؤسسات والجمعيات الإسرائيلية للرقابة الحكومية الكاملة، وبالتالي فتح الباب واسعا أمام فرض قيود على المنظمات اليسارية والحقوقية والمؤسسات المناهضة للاستيطان والاحتلال كمنظمتي كاسرو الصمت وبيت سالم. قانون الجمعيات يهدف لتحقيق الشفافية، حتى وإن كان التبرع بألف شيكل فقط من دولة أجنبية لصالح جمعية إسرائيلية، فيجب على الأخيرة أن تقدم تقريرا بذلك. أنا مع الشفافية. إقرار قانون الجمعيات أثار غضب القوى والمنظمات اليسارية الإسرائيلية التي اعتبرت أن هذا القانون لم يأتي لدواعي الشفافية كما يدعي مقروه، بل لتكميم أفواه المنظمات التي تسبح عكس تيار اليمين الإسرائيلي. هذه ليست شفافية، هذا قانون غير ديمقراطي، سيتم بموجبه دمغ وتقييد المنظمات التي تنتقد سياسة تل أبيب. نحن نؤمن أن هذا القانون سيضر إسرائيل. الجدل بشأن قانون الجمعيات لم يقتصر على الشارع وغرف السياسة الإسرائيلية فقط، بل شمل أيضا حقوقيين وسياسيين وناشطين من دول مختلفة، وقد وجه العديد من أعضاء البرلمانات الأوروبية رسائل لأعضاء الكنيسة قبل إقرار القانون تطالبهم بعدم التصويت لصالحه كونه يرمي إلى إنهاء دور أي جمعيات معارضة في تل أبيب.
إقرار قانون الجمعيات الذي يهدف لضرب نشاط المنظمات اليسارية الإسرائيلية أتى في الوقت ذاته الذي قررت فيه حكومة نتنياهو تمديد فترة الخصم الضريبي عن الشركات التي تمول جمعيات يمينية، ما يؤكد أن القوانين الإسرائيلية باتت تجير لخدمة مصالح وسياسات اليمين العنصرية فقط. زيد أبو شمعة، تلفزيون فلسطين. حول هذا الموضوع معنا من القدس المحتلة المحامي أسامة السعدي، عضو القائمة المشتركة. مساء الخير. مساء الخير أخي العزيز لك ولجميع المشاهدين. أهلا ومرحبا بك سيد أسامة. وفق فهمكم في القائمة المشتركة، ما الذي يعنيه هذا القانون؟ أولا هذا القانون لا علاقة له بأي شفافية، وعمليا حسب القوانين المعمول بها الآن في النظام الحكم في إسرائيل هناك شفافية كاملة، وعلى كل جمعية أن تقدم كشف بميزانياتها وبأسماء المتبرعين، ولذلك هناك مراقب الجمعيات عمليا يحصل بشكل سنوي على تقارير من كل الجمعيات، وبالإمكان الدخول إلى مواقع الجمعيات وأيضا موقع مسجل الجمعيات، وبالتالي معرفة كل ميزانية لكل جمعية وعمليا المتبرعين لكل جمعية. ما يريده بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء من حزب البيت اليهودي التي بادرت إلى سن هذا القانون هو عمليا دمغ ووسم الجمعيات اليسارية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان وبتوثيق الانتهاكات وجرائم الاحتلال في مناطق المحتلة، مثل جمعية بتسلم وجمعية كاسيروس صمت شوفريم اشتكا وجمعيات أخرى، عمليا وسمها ودمغها بأنها تتلقى تمويل من دول أجنبية. هذا القانون ينص على أن أي جمعية تتلقى تمويل من دول أجنبية وليس كما جاء في التقرير أن أي تمويل من الخارج. هذا القانون، اقتراح القانون الذي مر بالقراءة الأولى في الكنيسة قبل أيام، يتحدث فقط عن جمعيات تتلقى دعم من دول أجنبية بالأساس من الاتحاد الأوروبي، ولا يتحدث عن جمعيات يمينية تتلقى دعم بملايين الدولارات وعشرات الملايين من الدولارات من متبرعين أشخاص عاديين. هذا القانون لا يسري عليهم في هذه الحالة، وبالتالي يعني إذن يستهدف المنظمات اليسارية. سيد أسامة السعدي، هذا القانون إذن يستهدف كل المنظمات اليسارية؟ المنظمات اليسارية والمنظمات الحقوقية العربية في الداخل الفلسطيني مثل مركز عدالة وجمعيات أخرى، وعلى الإطلاق لا يستهدف أي جمعية يمينية مثل جمعية إم ترسو أو مجلس المستوطنات أو حتى وزيرة القضاء نفسها شكيت. كان هناك يعني نشر في وسائل الإعلام أنها تلقت تمويل لحملتها الانتخابية من متبرعين خارج البلاد، ولذلك هذا القانون لا علاقة له بأي شفافية، وإنما هو أيضا يعني استمرار للتشريعات العنصرية الخطيرة التي يقودها بنيامين نتنياهو، والتحريض على الجماهير العربية في الداخل وعلى كل الحقوق الجمعيات الحقوقية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان وتوثيق. يعني كما تفضل سيد أسامة، أيضا يؤثر على الجمعيات الحقوقية العربية داخل أراضي عام 48، بالتالي سيؤثر على تمويل المشاريع الثقافية الرامية لتثبيت الرواية الفلسطينية في أذهان أجيالنا داخل الخط الأخضر. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، ولذلك نحن في القائمة المشتركة وأيضا كل أحزاب المعارضة تعارض مثل هذا القانون، وأيضا كما جاء في التقرير تلقينا رسائل من برلمانيين من كل دول الاتحاد الأوروبي وأيضا من سفير الاتحاد الأوروبي، وأيضا سمعنا من السفير الأمريكي في إسرائيل دان شابيرو الذي أيضا يعارض بشدة مثل هذا القانون. ولكن كما تعلم أخي العزيز، يعني نتنياهو هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ هذه البلاد، يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل المواثيق الدولية، وهو مصمم على المضي في عمليا في تشريع هذا القانون، كما هو الحال في القانون الذي ستبحثه الكنيسة غدا في عملية فصل عضو الكنيسة بأغلبية 90 عضو في حالة اتهامه بأنه يدعم الإرهاب. وطبعا هذا
قانون غير مسبوق بأن يقوم الكنيسة نفسه بفصل عضو كنيسة منتخب مباشر من قبل الجمهور. المحامي أسامة السعدي عضو القائمة المشتركة كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا على هذه المشاركة. أعلنت حملة اليوم الوطني لشهداء القدس أنها جمعت تبرعات بقيمة 530 ألف شيكل إلى جانب مساهمات عينية لإعادة بناء منازل الشهداء التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. بعد إطلاق الحملة الوطنية لإعادة إعمار بيوت عائلات الشهداء، أعلن اليوم في مؤتمر صحفي عن نتائج الحملة التي كانت على مدار 5 أيام والتي بلغت قيمة تبرعاتها ما يقارب 530 ألف شيكل إلى جانب مساهمات عينية. أكيد ما تم جمعه غير كافي للبدء في بسلسلة يعني إجراءات جدية على الأرض لإنهاء ملف شهداء القدس وبيوتهم. إحنا في الأيام القادمة سنعلن بعد التشاور مع كل الحملات القائمة على آلية جديدة وعلى فعاليات جديدة أملا في جمع مبالغ إضافية. المبلغ الذي جمع سيتم حفظه في غرفة تجارة وصناعة رام الله إلى حين الوصول إلى مبلغ كاف لشراء بيوت جديدة أو إعادة بناء البيوت المهدمة، حيث هذه هي الحملة الأولى من سلسلة حملات قادمة. وكانت الحملة شملت مجموعة من الفعاليات الإعلامية والميدانية من خلال جمع التبرعات في المساجد والكنائس وتنظيم أمسية ثقافية ذهب ريعها للحملة التي انتهت بوضع صناديق في غالبية محافظات الوطن. كنت مسؤول عن الصندوق في رام الله، كان على دوار الساعة، كان الناس ما تنقطعش عن الصندوق. لمينا في امبارح 200 ألف شيكل وعقد من الذهب، واحنا بنتمنى من الشعب الفلسطيني أن يمد يده على جيبه ويضع في الصندوق ثاني مرة من أجل نغطي القدس بكاملها. أهمية هذه الحملة تكمن في مساندة ذوي الشهداء لأن دعمهم ضرورة وطنية ومسؤولية أخلاقية، فقد أخطأ المحتل حين ظن أن هدم بيوت ذوي الشهداء قد يردع أبناء شعبنا من الدفاع عن حقهم وأرضهم، فهو لا يعلم أن الفلسطيني للفلسطينية كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا مهما طال الاحتلال. هدي الشوامر، تلفزيون فلسطين. قال نائب الرئيس اليمني خالد بحاح إن السلطة الشرعية تحقق إنجازات بسيطرتها على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اليمني رسميا سيطرته الكاملة على معسكر الخنجر بمحافظة الجوف. استراتيجية جديدة تعمل عليها الحكومة اليمنية تهدف من خلالها إلى الخروج من الأزمة وإعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي. فبعد أن وصف نائب رئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح الوضع في اليمن بالصعب للغاية، ها هي السلطة الشرعية تحقق إنجازات بسيطرتها على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية. جاء ذلك في جلسة حوارية على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أكدت فيها الحكومة أن اليمن بصدد بناء جيش وطني حقيقي والاستفادة بشكل كبير من المراحل الماضية على أن يكون الغذاء والإيواء والتنمية وإعادة الإعمار أولى أولوياتها. وبالتزامن مع تحقيق القوات الشرعية انتصارات في محافظة الجوف، أعلن الجيش اليمني سيطرته على معسكر في المحافظة وفي مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، حيث أعلن رسميا عن سيطرته الكاملة على معسكر الخنجر في منطقة خب شمالي البلاد. وفي صنعاء لم يختلف المشهد كذلك، فقد أحرزت القوات الشرعية تقدما هاما جاء تزامنا مع سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية. من جهتها أعلنت القوات الجوية السعودية اعتراضها صاروخا من طراز سكود، مشيرة إلى أنه أطلق من الأراضي اليمنية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إسقاطها صاروخا مماثلا في منطقة عسير جنوب غرب المملكة. ديانا الخياط، تلفزيون فلسطين. في نهاية النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. السيد الرئيس يؤكد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لإجراء الانتخابات ضرورة لإنهاء الانقسام. فتح وحماس تتوصلان إلى تصور لتحقيق المصالحة، ومجلس الوزراء يؤكد جاهزيته للاستقالة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. سلطات والاحتلال تعمل على تقييد جمعيات تفضح جرائمه بحق شعبها.